طيب نشوف رأي صاحب القرار بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، رأيه في ضغط الماتشات وتأثيرها ايه؟ كويس انت تختم الدوري المجموعات او دور المجموعات بفوز، ما كانتش هتاثر في الترتيب زي ما احنا عارفين من قبلها، لكن كان مهم لها اهداف تانية، يعني مشاركه بعض اللعيبه، يعني برضو ان انت تختم بفوز. دوري المجموعات او دور المجموعات بيبقى زي الدوري كده شويه، تجميع نقاط، بيبقى له هدف اساسي اللي هو الصعود، وبعد كده بقى بنستنى القرعه. يعني ان شاء الله الرحمن يبقى اللي جاي افضل بكتير، بعد ما هيرجع لنا مجموعه من اللعيبه في الادوار اللي جايه ان شاء الله. احنا متاثرين طبعا، في عدد كبير من اللعيبه مش موجود في معانا في الفتره الحاليه، اخرهم طبعا يعني يمكن محمد هاني امبارح كمان وخروجه من المعسكر، وياسر ابراهيم، وقبلهم مجموعه من اللعيبه يعني، لكن ان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى افضل باذن الله. النهارده اجاي حس بحاجه، بنعمل اشعه دلوقتي، وان شاء الله الرحمن تبقى الدنيا كويسه باذن الله. سيد الفترة اللي جاية في ثلاث ماتشات، عندنا مباراة النصر في كأس مصر، عندنا مباراة الزمالك، وعندنا غيابات، شايف الأمر ده إزاي؟ أنا مش فاهمها الصراحة برضو، يعني لحد دلوقتي يعني ضغطة المباراة، أنا يعني ما اعرفش هل احنا مش متابعين بشكل كويس قوي ولا حاجه للدوريات اللي في العالم كله. اللي اعرفه ان انت ممكن تلعب اربع ايام وبعدين تلعب بعد على راس اليوم الرابع وبعدين تلعب على راس اليوم الثالث، هكذا يعني تلعب رابع يوم وبعدين الماتش اللي بعده يبقى ثالث يوم مثلا، وبعدين رابع يوم وبعدين ثالث يوم. لك ان تتخيل ان انا هلعب يوم 14 وبعد كده 18 مع الزمالك، 14 مع النصر، وبعدين 18 مع الزمالك، وبعدين 21 مع سموحه، وبعدين 24 مع انبي، وبعدين 27 مع الجونة، وبعدين 30 مع المصري، وبعدين 3 مع أو المصري 27، وبعدين الجونة 30، وبعدين 3 مع المحلة، وبعدين 6 مع الاتحاد. مش ممكن يعني، مش ممكن، ما شفتهاش في العالم أبدا إن في فرقة تلعب على رأس اليوم الثالث سبع مباريات. يعني احنا قلنا نفس الكلام اللي قاله كابتن سيد دلوقتي، استعرضنا هذا الكلام، مش عايزين نعيد بقى. طب يعني المسألة صعبة، صعبة بجد، وعشان كده هتلاقي المستشفى دايما فاتحة أبواب. الحل إيه؟ إنه لازم يكون عندنا نظام كرة منضبط شوية. إزاي؟ محتاجة كلام كتير جداً.